خلوا التعصب يا جماهير ما يجوز. ما هو تعصب، وين التعصب؟ بس خلنا نكمل. يكفي التعصب قطعنا. لكن سلامي عليك ابو عبد الله، هذا افتخار بلدي ومن حق اي واحد يفتخر بالشيء. خلوا التعصب ناصر من الجميع، خلوا التعصب يا جماهير ما يجوز. ما يجوز، يكفي نفرق بين خاسر وفايز. ان كان الاصفر فاز يستاهل الفوز، وان كان الازرق فاز فالغش جايز. عبد العزيز.